السؤال بقى اللي أنا هطرحه لك دلوقتي، هل تكون حرب غزة هي طوق النجاة أو الفرصة اللي مستنيها السيسي عشان يساوم عليها؟ ويا ترى هيساوم على إيه؟ سيناريو بيع الأرض مش بعيد، وإن السيسي جاهز لتكرار ما حدث في حرب الخليج لما تم إسقاط ديون مصر مقابل مشاركتها في حرب تحرير الكويت. ودلوقتي السيسي معروض عليه إسقاط الديون وحوافز اقتصادية، ورغم إن أجهزته السيادية رافضة، فإن السيسي قد يلجأ، بقول أهو قد يلجأ لهذا الحل للخلاص من أزمته الاقتصادية والديون اللي ورطنا فيها. الأخطر إن مدى مصر كشفت عن خطة جاهزة لعمل مخيمات في رفح والشيخ زويد، والقرار في انتظار قرار السيسي لاستقبال الفلسطينيين فيها. توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حذف ديون مصر الخارجية، فكروا فيها. انت ما عليكش 2 مليار عشان ترفض، ولا عليك 40 مليار عشان تفكر، انت عليك 160 مليار دولار. يا مصريين فوق اللي بيحصل على الارض، ما تخلوش الكلام الحلو في اعلام العميل الملاك خليفة اشرف مروان عباس كامل، والتصريحات الوردية اللي تقرصنا منها 1000 مرة تعميكم عن اللي بيحصل فعلا على ارض الواقع، وعن شخصية الراجل ده اللي ماسك البلد اللي باعها مرة واثنين وثلاثة.